إذا قيل ما هي الفوائد المتعلقة بقول الله عز وجل مما يخص التوحيد من قوله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. في حديث أبي هريرة إن الله إذا قضى الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك فيقولون ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. بل في حديث النواس تأخذ السماوات إذا تكلم الله بالأمر بالوحي تأخذ السماوات رعدة أو رجفة شديدة فيخر ويصعق أهل السماء. فإذا كانت الملائكة بهذه الحال تخشى الله فكيف تعبد الملائكة من دون الله عز وجل؟ ولذا فإن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب كجبريل ومن سواه من الملائكة، فما ظنكم بمن هو دون الملائكة؟ فدل هذا على أن التوحيد يجب أن يكون خالصا لله عز وجل. فإذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يملك شيئا والملائكة تخر وتصعق وتخشى إذا تكلم الله بالوحي، والسماوات العظيمة تلك الجماد تأخذها رعدة أو رجفة شديدة، فكيف يشرك مع الله عز وجل سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا؟